السلام عليكم. احنا النهاردة في وادي النطرون بنعرض ارض 40 فدان شجر مثمر. انا بصور من اخر الارض، دي المشاية الرئيسية ماشية كده معانا قدام لحد بوابة المزرعة، وانا كده في الاخر. دول 40 فدان، 40 فدان اخرنا الجزورين ده، ودي المزرعة اللي ورانا زرع برتقان صيفي. وهنبتدي الأرض بتاعتنا هنا، ده استفندي موركت، استفندي موركت عمر 5 سنين على الجنبين، استفندي موركت عمر 5 سنين خلص المحصول بتاعه خلاص. احنا في اول مارس دلوقتي، و الشجر عمره 5 سنين. التربة هنا تربة حمراء، والشجر كله ملفوف على خطين مية، طبعا ده علشان المية توصل ما تعديش ولا شجرة لو في نقط مسدود او حاجة. بتبقى شبكة يعني متضبلة على الأرض. الأرض دي ممتازة بمعنى الكلمة، وسعرها ممتاز للي جد فعلا وعايز يشتري حاجة. لقطة وفرصة ما بتتكررش كتير، حاجة من الحاجات المميزة جدا اللي احنا هنعرضها. 40 فدان مزروعين يوسفي موركت اسباني، عمر الشجر 5 سنين. دول 25 فدان موركت اسباني، لسه في مانجا ولسه في ليمون اضاليا. احنا ماشيين على المشاية، مزرعة محترمة بمعنى الكلمة، والشجر كويس جدا، متراعي ومتكلف ومصروف عليه كويس، مفيش اهمال. الارض فيها البير بتاعها، بير خاص بيها، مية عسل، وفيها محول كهرباء خاص بيها، والأرض عقد ملك نهائي خالص الثمن من المحافظة. دول كده الموركت، دي مخازن كبيرة. ايه 10 و5 15 موركت 15 موركت. و10 ليمون ايطالي و5 مانجا. في الاول 10 10 ايه؟ الاول 5 مانجا و15 سفندي موركت اسباني، تمام، و10 ليمون اضاليا، كده 30 فدان. 40 لا 40 15 حسبها غلط اهو، يبقى دول ما تكلموا، دول 20 دول 20 20 10 5 و5 يبقى 25 موركت. ايوه ما زي ما انا قلت. ماشي تمام. هنا 20 وفي خمسة وخمسة تانيين قدام، تمام، وعشرة ليمون أضاليا وخمسة مانجا كيت. تمام تسلم يا باشا. ده مستخدم عنبر، ده مستخدم عنبر، وده مخزن، وده مخزن مخزن برضو عادي. تمام. العنبر ده مفتوح؟ مفتوح. نبص عليه.
يعتبر عاي مخزن. الزراعه الكلام ده عنبر محترم. عنبر محترم يعني لو استخدمه عنبر شغال، لو استخدمه مخزن شغال. ده عنبر مواشي، عنبر محترم مربوط. ده يشيل له كام مربوط؟ 5 6 7 8، وهنا حوالي 13، يعني يقول 20 راس. 20 راس مستريح مربوط، او لو سايب طبعا بيبقى ازيد من الكمية دي. عنبر محترم ومسقوف، لسه الصاج بتاعه بالدهان بتاعه لسه جديد، كل حاجة لسه جديدة. حتى الطوبة اهو البلوك الابيض لسه باللون بتاعه ما غيرش. نشوف المخزن. يلا بينا. مزرعة محترمة جدا جدا جدا. ما انا جبته طول في عرض من بره، هو كبير مش صغير. هو بمساحة تمام، هو بمساحة نص العنبر اللي احنا صورناه. هو طول العنبر. نفس الطول والعرض نص العرض بالظبط. تمام. وده البير. وده البير. بير خاص بالارض. طبعا الارض. وده الليمون الاضاليا. ده عمر 4 سنين. 4 سنين مظبوط؟ لا 3 سنين. 3؟ مشاوي. ما انا بقول عشان كده سالتك. يعني اول سنة يطرحه. اول طرحه تحت. فين؟ لا والله مش واخد بالي. فين دي الحباية؟ معلش بقى العطب على النظر. شفتها؟ اول حباية اهي. دي البشاير. دي بشاير لسه بجلي هادي. ده لسه بشاير. واخدين منه يعني بشاير مقطعين منه بين. 10 فدادين ليمون اضاليا. دول 5. بشاير. دول 5؟ دول 5 ورا 5. ورايا 5. تمام. شجر محترم. طبعا الليمون الاضاليا كله بتاع التصدير وبتاع الفنادق والمطاعم، فبيبقى يعني حاجه محصوله حاجه محترمه. الارض تربه حمراء زي ما قلنا، وفي 5 فدادين مانجا كيت. هنفرع بقى من وسط الارض نخش عليهم نختصر الطريق. وفي استراحه ريفي في الارض، استراحه ريفي بسيطه عشان بس الناس هناك ما نصورش الناس تبقى تظهر. استراحة ريفي بسيطة في الأرض. احنا ماشيين من وسط الشجر بتاع الليمون الأضاليا. الشبكة بتاعتها كلها على خطين ري، خطين تنقيط. المانجا بسم الله ما شاء الله حلوه. المانجا دي ما حملش ده. باين عليها. وده كان خط جزورين في وسط الارض ولا ايه؟ دي مشايه. دي مشايه. خط جزورين مفرع وفي نفس الوقت مشايه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، حاجه محترمه. ده مانجا كيت. دي عمر 4 ولا 5؟ لا دي برضو 4. 4. قدرها اهو. طارحة عادي. والورقة اهي. بس برضو الصقيعة مبهدلها شوية. ولا؟ الصقيعة عادي. لا بس هي معتني بيها، معتني بيها كويس. هو الصقيع بيبقى عايز حاجة زي بشابير مية كده، بتبقى اسمها اوبتمايزر، بتتعمل على الشجر من فوق او جرار بيمشي بيرش الورق بالليل، ومية البير بتطلع بالليل دافية في الشتاء. سبحان الله، مية الابار كلها لما بتطلع في الشتاء بتبقى دافية، ولما بتطلع في الصيف بتبقى ساقعة، بتبقى باردة. فدي بتبقى الناس بتلجأ للموضوع دوت في الصقيع، خصوصا شجر المانجا لانه حساس، ما بيستحملش السقعة زي الليمون واليوسفي والبرتقال. فبيبقى ده صديق الفلاح ابو اردان، تعال ما تخافش مش جعان لسه.
فبيبقى الاوبتمايزر ده مهم جدا علشان الايام اللي فيها صقيع بالليل، يا اما بيبقى عامله شبكة على الارض بيغسل الورق كله بالليل فبيمنع عنه الصقيع الندى بتاع بالليل اللي بياكل الورق، او بيبقى جرار بيمشي زي موتور رش بيمشي وراه بيعمل النزل على الشجر كله، فبرضو نفس الشغل. دول 5 مانجا كيت، شجر محترم، وقدامهم 5 مركت اسباني تانيين على مدخل المزرعة. يبقى كده كله على بعضه زي ما قلنا 25 مانجا، 25 مركت اسباني، و10 ليمون اضاليا. وهو الليمون الاضاليا اللي بصراحة باين عليه بهتلة شوية، يعني هو مش يعني في اهمال، باين ان في الاهمال، لكن كل ده يتلحق مفيش مشكلة خالص. هو اهمال الشجر دايما بيجي على حساب الموسم، على موسم الجمع بتاعه، فالاهمال بيجي ضرره في موسم. طبعا لو اهمال سنة وسنتين ورا بعض لا، ده ينشف الشجرة اصلا وتبقى يعني ايه بنسبة 60% الشجرة خلاص. فالشجر واضح ان هو شجر محترم بس في شوية اهمال زي ما قلنا، واحنا بننقل الصورة حية علشان اللي بيجي ينزل يتفرج على الارض ما نبقاش كدبنا عليه في حاجة، وتبقى زي ما شاف على الفيديو زي ما هيشوف على الارض، توفيرا لمجهوده ومجهودنا، وكل حاجة بتبقى واضحة في الفيديو. الارض دي بقى عموما نتكلم في المجمل بتاعها، فيها محول خاص وفيها بير خاص، و40 فدان متصورين بالجزورين على الواجهة زي ما احنا شايفين، وجزورين في اخر الارض على الخلفية بتاعة الارض، وفي شجر جزورين هنا في الجنب بس مش خط مش كامل، او هو مقطعه لانه هو واضح ان هو قطع الخطوط كلها اللي عنده، شجر قديم. وشجر الجزورين ده بسم الله ما شاء الله بيجيب محصول كويس جدا، يعني بيتباع الخشب بتاعه بيعمل رقم محترم، فمنها ان هو ده يعني على شهر، يعني احنا في شهر اخر شهر 2 دلوقتي، ده على شهر 7 اللي جاي ده هيبقى طوله 3 متر، نمو سريع جدا. والجذر بسم الله ما شاء الله، ده الجذع بتاع الشجر اهو، ده كله هتلاقيه بيخضر وبينمو بسرعة بيجيب 3 متر ارتفاع. وهو ميزة الجزورين ان هو مصد ريح. انت عايز مني ايه يا عم؟ صاحب تاني ولا ايه؟ بيبقى مصد ريح في الشتاء، وده برضو بيمنع الصقيع عن الارض والريح لما يبقى في عاصفة في الارض بيمنع العاصفة، مصد ريح هو، وبيمنع جزء كبير من الصقيع عن الارض، بس برضو ما يغنيش عن الاوبتمايزر في الارض. عموما احنا لقينا الصورة كلها واضحة وكاملة للارض. الارض دي ارض ممتازة وسعرها ممتاز بمعنى الكلمة، مفيش حاجة في المنطقة دي عموما بالتشجير ده وبالشجر المنتج ده، وبتتباع بالسعر ده بصراحة، واللي هينزل هنفرجه وينزل هو يشوف الأسعار المنطقة عاملة ازاي. احنا الحمد لله مرزقين بالحاجات الحلوة بفضل ربنا، الحمد لله الحمد لله. فدي 40 فدان وعقود ملك نهائية، محول خاص، بير خاص، 25 فدان ماركت اسباني، و10 ليمون اضاليا ايطالي، و5 مانجا كيت. والسلام عليكم.